الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم جميعا أينما كنتم. حلقة جديدة من برنامج أحزاب أردنية. كيف نعيد الثقة بين الشباب المسيس والحكومات؟ لماذا يحجم الشباب عن المشاركة السياسية؟ هل لدينا حريات سياسية تدعم انخراط الشباب في الأحزاب؟ ما الذي نريده من الشباب؟ وما الذي نريده من المرحلة القادمة أيضا؟ وهل لدينا ثقافة مجتمعية تحفز الشباب لدعم التنمية السياسية؟ وماذا عن التنشئة السياسية عن طريق المناهج الدراسية؟ أليست هي ضرورة ملحة؟ للحديث حول كل ما سبق، رحب معي بالدكتور زياد الحجاج، أحد مؤسسي حزب العمل الأردني. مساء الخير سيدي، ويعطيك العافية. حياك الله سيدي. وسعداء بتكون معنا اليوم باستديو أحزاب أردنية. يا سيدي الله حييك وحيي المشاهدين الكرام، ويسعد مساك ومساء الوطن. يا مرحبا. سؤال أول، كيف نعيد الثقة بين الشباب المسيس؟ هناك شباب مسيسين، يعني مش كلهم يعني ما يحب السياسة، مع الحكومات المتعاقبة، وهذه الثقة بالمناسبة مش موجودة، يعني نعززها. يعني هو حقيقة سؤال مباشر، وسؤال يعني وكأنه بدنا ندخل بصلب الموضوع مباشرة. نعم. وكأن ابتعدنا عن موضوع أنه قانون الأحزاب والتشاركية السياسية والتعددية. كيف نعيد الثقة؟ نعم. يعني الثقة مفقودة الآن، وكلنا يعترف بذلك، أنه هناك يعني أزمة ثقة بين شبابنا والحكومات، وفجوة كبيرة جدا. نعم. حقيقة. نعم. يعني وهذه الفجوة يعني عندما نتحدث عنها سنعود يعني لعشرين سنة سابقة تقريبا، من خلال طبعا أنه هذه الفجوة بدأت تظهر وتنشأ وتكبر شيئا فشيئا من خلال المجالس النيابية المتعاقبة وضعف أداء هذه المجالس. نعم. أدت أنه أصبح الشباب يعني بشكل عام وحتى المواطنين بكافة فئاتهم تنعدم هذه الثقة مع الحكومات، أيضا لعدم وجود شيء ملموس على الواقع يستطيع من خلال المواطن يدرك أنه والله لا، بدي أعيد الثقة بهذه الحكومات. لم نجد إلا أنه زيادة في المديونية والعجز، وزيادة في الفقر والبطالة، وزيادة في الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، تزداد سوءا يوما بعد يوم. فهذه من الأسباب اللي بتأدت وستبقى مستمرة ما لم يتم تحسين الوضع حتى نعيد هذه الثقة. فكيف نعيد الثقة الآن؟ يعني مهمة ليست سهلة، ومهمة تقع على الجميع حقيقة، يعني إن كانت على المستوى الدولة، على مستوى الأفراد، على مستوى التربية، على مستوى الدولة بكافة أطيافها، على مستوى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لها دور، المناهج. هناك أكثر من وسيلة يجب أن نعيد الثقة أولا بأولا، ولا تعاد الثقة فقط بالحديث والحكي، لازم يكون هناك فعل. نعم. وفي برامج. شيء ملموس، برامج. يكون في إشي على الواقع، يعني نحس أنه في إشي موجود حتى أثق فيك. أما والله بس ضلي تحكي معي للصبح ولا ثلاثة أيام وأنت تحكي بدون ما تقدم لي شيء، أنا ما استفدت من هالحكي كله، ما راح يرجع شيء، ما راح تقنعني. حتى تقنعني خليني أحس بأنه في تغيير. إحنا عم بنحس في تغيير بازدياد الأسعار، ترتفع يعني كل فترة منها مرتفع الأسعار، قارنها عالميا هي تنخفض عالميا عندنا ترتفع، فكيف بدي أثق في ما في زيادة رواتب؟ يعني ترتفع ما في زيادة رواتب، حتى القطاع العام والقطاع الخاص أصبح كيف مدمر، وكيف بدي أثق فيك وأنت بهالطريقة؟ يعني حتى لو جيت على مؤسسة شركة وقلت له موظفينك أنت الآن والله بدي أثبت راتبك ولكن كذا كذا، هو بطل يعطيك إنتاجية لأنه بطل يثق فيك، شايفك عم تربح أنت وتجيب ما شاء الله، ما بتدير بالك عليه، فكيف بدي يعني أحفزه وكمان بدي أنا أخليه يشارك معي بهالعملية. الآن أصبح هو المواطن بشكل عام والشباب أيضا، يعني فرص الحياة قدامهم صارت ضعيفة شوية، فرص الطموح انعدمت شوية، يعني عم يتخرج طلاب عندنا بالجامعات كل سنة 40-50-60 ألف، واللي جينا من برا وما في فرص عمل، فكيف بدي أثق بحكومات ما بتأمن لي فرصة عمل؟ طيب إلى متى؟ إلى متى ما يكون في ثقة بين المواطن والشباب والحكومة وحتى الختيار والمرأة؟ يعني هاي الثقة ضرورية جدا مشان أنا أقدر أبادر إنه أنا أنتسب لحزب وأكون يعني قناعتي ببرنامج الحزب إنه أوصل لشيء معين، على الأقل مش عشاني، عشان الأجيال القادمة. يا سيدي موضوع
بدي أجي على الأخير موضوع الحزب أو الأحزاب. يعني هلا في آخر دراسة إنه نسبة التوجه للناس إنهم يشاركوا بالأحزاب 2%. هذا يعني مستوى يعني نسبة ضئيلة جدا. طبعا هذا يعني إشي محبط، لكن شو الأسباب؟ ليش خلي الناس بهذا الاتجاه؟ لأنه الـ 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 يعني المرحلة السياسية اللي واحد يتكلم عنها أو المواطن بده يصير يحكي بالقضايا السياسية وإدارة الدولة والتشارك بالأحزاب وذات البرامج وأنه يكون له مساهمة، هاي تيجي مرحلة متقدمة شوية بحياته بأهدافه وبطموحاته. نعم. الآن إذا كانت الأهداف الأصلية في حياته اللي هي حاجياته الأساسية مش متوفرة، يعني لما نحكي عن الحاجات الأساسية واللي حكى عنها طبعا علماء النفس، إنه أول شيء بدك تأمن له الحاجات الفسيولوجية الأساسية رقم واحد، بعدين حتى ينطلق اللي بعديها اللي هي إنه يكون عنده بيت، يكون عنده حياة كريمة، عنده مأكل ومشرب، حتى ينطلق المرحلة اللي بعديها يصير يبحث إنه يكون ذاته ويكون نفسه بعد ما يكون من خلال تعليم وشغل وعمل، هاي بعدين يفكر بالقضايا السياسية والحزبية وكيف يشارك في الحزب ويصبح بالمستقبل من يعني من قادة الوطن اللي ممكن يساهموا في 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 استمراريته وفي برامجه. الآن هو لسه إحنا في المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية وصلناها، بعض الناس ما وصلوها، اللي مش مأمن ما عنده لا بيت ولا عنده يعني مصدر دخل يكفي حاجياته الأساسية، صعب تطلب منه إنه والله تعال فكر معي بحزب وتعال خش معي بأفكارك. طب أفكاري ما قبل يكون عندي أفكار أنا عدم مؤاخذة، يعني لا يمكن تطلب من واحد جوعان يقول له تعال والله ساهم معي شارك وياك بفكرة معينة، خليني أوكل، خليني أنام، خليني عندي بيت أقدر أستقر فيه، خلي أولادي عيش بكرامة بالضبط، خليني أكون عايش بكرامة حتى أبدع معك بذلك. صحيح. لكن بالمرحلة صحيح. الحالية أنا حاجياتي الأساسية لم تؤمنها، فكيف بدك تطلب مني أتشارك معك بحزب؟ الله يسهل عليك أنت وحزبك، أنا بدي طعميني خبز صراحة. يعني هنا مربط الفرس، وهذا الكلام اللي أنا دائما بقوله بس مش لاقي جواب. هسه المواطن 50% تقريبا البطالة والفقر والجوع وكل شيء، يعني هذول 50% بشكل نص المجتمع، وهذول مؤثرين إذا اتفقوا معنا بالأحزاب. بس إذا هو مو قادر يأكل ولا يجيب دخان ولا قادر يتجوز، واليوم نسبة الطلاق بالسنة 22 كانت عالية جدا بسبب ظروف معيشية واقتصادية. نعم. طب كيف أنا بدي أقدم على أروح أقابلك وأقعد وأفكر كيف بدي أعمل إشي أحزاب؟ طب وين؟ والله أستاذ بسام، هي الفكرة الآن الناس فاهمينها غلط، فكروا الناس خوف من الأحزاب. لا، هو مش موضوع خوف ولا موضوع عدم إدراك للأحزاب، لكن الحزب بيجي مرحلة متأخرة. هاي الحاجيات الأساسية لازم تتأمن. بعد ما تتأمن هذه الحاجيات، تأمن لي يعني مصدر دخل وحياة كريمة وعيش وأولادي يعني يكونوا لهم تعليم ومدارس. يا رجل، الناس الآن بظروف صعبة جدا جدا، يعني حقيقة أنت عندك كثير مستلزمات بالحياة وما عندك إمكانيات وما عندك دخل. الواحد يتخرج عنده أولاده 2 أو 3 وما في عندهم شغل، يقعدوا بوجهه، فهذا بيدور على فرصة عمل الأولاد وبعدين قل له تعال شارك. صحيح. معي. صحيح. نفس الشباب اللي بنحكي انه كيف بدنا نخلي الشباب يشتغلوا، طب هذول 3 خريجين وقاعدين وما في فرصه عمل، او 4 وقاعدين يعني طول النهار قاعدين بوجه ابوهم، كيف تقول له تعال بفكر. كيف بده يفكر بانه تعال والله خلينا نفكر احنا وياك شو ممكن نساوي برامج؟ طب كيف بدك اسوي لك برامج؟ انت اصلا بدك رسوم انتساب للحزب، انا ما معي رسوم انتساب حزبك حتى اشارك معك، بس بدك رسوم انتساب، لانه من اهم مصادر الدخل للاحزاب هي الرسوم. صحيح. الاشتراكين. فانت اذا مشترك ما عند يعني عندك اولويات ثانيه انك يكون عندك مستلزمات. فحقيقه يعني ايضا قضيه الشباب انه يعني بهذا السن، ترى على مستوى العالمي يعني يجوز بعض الدراسات تعطيك بعض الارقام انه من سن 20 ل 44 سنه نسبتهم عالميا 57% اللي بيشاركوا بالانتخابات. اللي بينجح منهم بالبرلمانات ويصيروا نواب تقريبا يعني 26%. شوف قديش مع نسبتهم كبيره، لكن ما بيشاركوا لانه مش واصل لمرحله يصير بده يفكر بالاحزاب ويفكر بالسياسه ويفكر بانه يكون بالمجلس تشريعي او تنفيذي او ما شابه ذلك. نسبتهم 26%. نسبه اللي اقل من 30 سنه فقط 1%. 80% من دول العالم برلماناتها ما في برلماني اقل من 30. فهي يعطيك انطباع انه هذا الشاب بهاي المرحله من العمر، يعني مش هي مش محصوره على الاردن بشكل عام. نعم. يعني يعطيك انطباع انه بهذه المرحله هو بده يكون نفسه، يا اما يكون بيتعلم بجامعات بده يكمل دراساته وكان دراسات عليا، واذا خلص دراسه بده يكون حياته بانه يشتغل ويتزوج ويكون اسرته وكذا، بعديها بفكر بانه كيف يصير تشاركي ويشارك في اداره السياسه والامور السياسيه. نعم. وما شابه ذلك. لما نحكي عن إحنا بالأردن تحديداً حقيقة، يعني
المشرع اكتشف انه في عزوف وفي يعني فحاول يعالجها من خلال وضع نسب معينه. انا بدي احكي له شغله، النسب هاي تفرضها انت على المؤسسين انهم يجيبوا 20% من الشباب و21 والمؤسسين حيجيبوا يعني حيساهموا ويجيبوا اولادهم ولا جيرانهم واصحابهم وكذا وشغلات ويدفعوا عنهم بيدخلوهم بالحزب، بس انت حتوصلهم يجوا بقناعتهم يجوا بارادتهم. هذا السؤال، جيبهم بارادتهم الان، امن لهم مستقبل كويس، اقنعهم انه انت الان يعني بتقدم مشاريع استثماريه اللي الواحد يتخرج من الجامعه بده يروح باتجاه شغل مباشره، مش يقعد له 7-8 سنوات 9 سنوات يروح يشتغل وما راح يلقى شغل. يعني تتفاجأ كمان مثلا بعض الشغلات يقول لك والله ديوان الخدمة المدنية بيعلن عن بعض التخصصات بالجامعات مشبعة لا تروحوا عليها. طب وين نروح؟ وليش فتحتوا هاي التخصصات؟ ليش درستوها؟ يعني وزارة التعليم العالي هذا يعني موضوع آخر. هو موضوع ليه تفتح تخصص ما له مشبع؟ ليه؟ مشبع هو موضوع آخر، لكننا ليش حكينا فيه الآن؟ لأنه نحكي عن فئة الشباب، ما هم الشباب فئتهم وين بيروحوا غالبيتهم على الجامعات. فالآن أنت حتى يعني توصل للشاب الفكر انه انت ساهم بهالعمليه الانتخابيه وشارك بالعمليه السياسيه وادخل بالحزب وادخل وقدم افكارك، وهي بدك بالبدايه تهيئه اولا من خلال تهيئه سياسيه مبدئيا اثناء دراسته، اثناء دراسته بالمدارس ان كان على المستوى مقاعد الدراسه هو بالمدارس الاعداديه والثانويه، او اكملها معه بالجامعات. هاي رقم واحد. اثنين كمان اقنعه بشيء ملموس، مش اقناع بحكي، انه انت بكره بس تخرج راح تجد ان شاء الله وظيفتك، وانه وظيفتك راح تكون تناسب طموحك. بس على الواقع ما في وظيفه ولا شيء. هذا هاي المؤسسيه لازم يكون في بدها وقت، يعني هاي معضله كبيره، انه انا بدي اجيب ناس او شباب ينخرطوا بالسياسه والاحزاب هو لسه مو مامن حاله، كيف بدي امنهم؟ ما بيجي معك، وحتى لو يجي معك ما راح تستفيد منه شيء. فهذه معضله تحتاج يعني من الدوله انها تدعم بهذا التوجه، انه تجد اول تحل مشكله البطاله، تساهم في يعني او تحد منها، بلاش يعني صعب تحلها، احنا كل العالم في بطاله. صحيح. بس مش بهالطريقه بهالنسب المرتفعه، تخفف شويه من ارتفاع الاسعار مثلا، جزء طبعا جزء من حل البطاله اصلا. انت بعض يعني البطاله انه ما عندي يعني في ناس عنده شغل بس دخله قليل، ما بيوفر كمان يعني بصير من فئه الفقراء، فكيف بدك منه هذا؟ يعني شو بدك منه، فكر سياسي ولا اجتماعي ولا اقتصادي؟ بالعكس انت ممكن تؤدي فيه انه الانحراف للمخدرات. هل لدينا حريات سياسيه تدعم انخراط الشباب في الاحزاب؟ حريات سياسيه الحريات السياسيه حسب القانون حقيقه، يعني مفروض انه القانون صان الحريات لكل من يشارك بالعمليه الحزبيه. لا بل يعني في ماده يعني ادرجت بانه الماده الرابعه والبند الباء فيها، انه البند الثاني فيها انه يعني من يتعرض لاي مضايقات، يعني لا يجوز لاي مواطن ينتمي لحزب او لا يجوز انك يعني تعترض لاي واحد فقط لانتمائه لحزب او كمان تعترض احد اقاربه لانه انت فهاي ماده. ويستطيع ايضا اي واحد يتعرض من خلال القانون طبعا يروح للمحاكم، يعني يرفع قضية معنوية وحقوقية يعني مادية كمان يطلع له تعويض عليها، لأنه أنت الآن كقانون محمي، يعني قانون محمي وقانون صادر باسم جلالة الملك وقانون يعني الآن يمارس بالحياة العامة يجب. فإذا أنت تعرضت لأي مضايقة سياسية أو حتى بمستوى عملك أو أي مكان آخر فقط لانتمائك لحزب أو لأنه أنت حاب تنتمي لحزب، فأنت تقدر ترفع قضية وبهذه المادة ويحاكم الشخص اللي قائم. هو من سيحاسب يعني بالمادة الرابعة؟ أي واحد يحاسب منتسب للأحزاب سيحاسب، من سيحاسب؟ المحاكم. قبل المحاكم، من يحاسب منتسبي الأحزاب؟ أنت نزلت سجلت في حزب الاتحاد، مين يقول لي ليش سجلت وليش سجلت ويمنعوني ويطفشوا أولادي هو يجب أنه ما حد يتعرض لك، كل يعني كل الأجهزة الأمنية وكل الدوائر الحكومية وكل المؤسسات، أنت الآن لك الحق تنتسب. وفي ناس يعني بالقانون برضو ما بيطلع لهم ينتسبوا لأنه لطبيعة عملهم مذكورين بالقانون، لكن أنت كمواطن عادي صرح لك القانون ذلك، يجب على كل المؤسسات تحترم ذلك. ما في مؤسسة هلا إذا أجت مؤسسة يعني كان مثلا بدنا نروح على الأجهزة الأمنية ولا الأجهزة العسكرية ولا أي كان أي مكان أو الجامعات بده يتعين شاب لأنه انتمى للحزب، يقولوا لا يجب أن يروح هذا يرفع قضية يثبت هالحكي هذا وسينال حقه كاملا،
لأنه وفق القانون، إحنا كلنا تحت القانون أكيد، وجلالة يعني الملك شعارنا طبعا يعني أقر بهذا القانون، وقانون الآن يعني مر بكافة مراحل دستورية. فأنت شو لك عندي الآن حسب القانون؟ معترض على القانون يقدم لي فيه. عشان هيك إحنا مفروض ما نسكت عن حقوقنا حقيقة. يعني أنا أتمنى على أي واحد يتعرض لأي مضايقة كونه أنت من الحزب يروح يرفع قضية بالمحاكم، بالمحاكم النظامية بالأردن، وحقه يعني وإذا ما قدر على مجلس النواب يعني قدم يعني ويحكي على الإعلام. ما بصير إنه أنا يعني فيه تم صيانة حرياتي بهذا التوجه، وأنا نحكي عن حريات وجلالة الملك بكافة أوراق النقاشية وكافة يعني بكل لقاءاته بكل خطاباته وبكل جلساته صحيح يعني عن الأحزاب وعن تشجيع الشباب الانخراط، وحتى طلب بآخر يعني بأكثر من مقولة أنه يعني حتى أنتوا اللي عندكم خبرات وهضرمين انطلقوا باتجاه الأحزاب، خلينا ننظم الحياة السياسية، يعني خلي يصير في مشاركة. والهدف من الحزب شو هو؟ أنه في ممكن يكون ناس عندهم أفكار تساهم في أنه إدارة الدولة. فجلالة الملك مش يعني مش ضد هالحكي هذا. وانت لما تيجي تحاسب واحد عشان انتسب لحزب، ليش خايف؟ على شو بده يساوي هو؟ شو يعني ليش خايف ما دام في قانون سمح له بذلك؟ بالعكس شجعه. فانا اعتقد الحريات موجوده، وحتى يعني مرتبطه باحزاب لها فروع يعني خارجيه مثلا او دعم خارجي او امتداد خارجي مثلا. هلا الحزب اللي هو اصل الحزب ما بيخالف، حتى الحزب ما هو في يعني فيه هو الان حزب على الارض الاردنيه وضمن الدستور الاردني، يعني في يعني محكوم بالقانون ما بصير يخالف. هلا اذا الحزب خالف الان حاسب الحزب، تقدر انت كسلطه تنفيذيه وفي جهه مختصه بالاحزاب، ما انت تراقب الاحزاب. اذا حزب تجاوز حدوده انت تستطيع انك يعني توقفه عند حده حسب القانون. يعني القانون يطبق على الجميع، على الحزب وعلى المنتسب الحزب، وعلى ما في يعني ما فيش فوضى الامور، مش بطريقه انه يجوز. احنا المرحله الحزبيه اللي مرينا فيها بالمجتمع الاردني في تخوف وتوقفت من 57 لل 89، بعدين انطلقت بس باستحياء شوي. لكن بالمرحله الحاليه اللي احنا فيها الان لا، حقيقه الاحزاب اصبحت ضروره، وضروره ومرحه، ويجب انه يعني نتوجه جميعا لهذه الاحزاب. ويعني صار في توجه عدد كبير، ما حد يقدر يقول لك وين رايح. يعني هسه تصور انه مثلا عندك يعني مليون مواطن راحوا على الاحزاب، مين بده يحاسب مليون واحد يقول له وين رحت حزبي؟ مين بده يحاسبهم؟ اما اذا ظل يعني متخوفين من هاي القصه حقيقه، يعني انا اعتقد انه راح تفشل التجربه. يجوز تكون حسابات يعني مش مباشره كاشخاص، يجوز في طرق اخرى، لكن المناهج في المدارس من الأول ابتداء أو من الثالث ابتداء أو من الخامس وحتى الجامعات، لما يكون في مناهج تدرس بموضوع الأحزاب أو السياسة الأردنية، لأنه خلي الطالب ينشأ ويكون عنده فكر سياسي على الأقل. لأنه اليوم أتحدى أنا وياك نروح على الجامعة الأردنية أم الجامعات وسألنا أي سؤال سياسي يقول لك أنا ما بعرف. سيدي أنت تتحدث فيه 100% مضبوط. يعني أقول لك كمان شغلة أسهل، قول لهم تعالوا عدوا لي يعني العلم الأردني شو ألوانه، تلقى في ناس ما بيعرف. هذا الحكي إحنا في تغييب. طيب وين السلطة التنفيذية جلالة الملك جوز قبل فترة اجتمع مع رؤساء الجامعات، وكانت رسالته واضحة أنه يعني خلينا نوصل للطلبة اللي بالجامعات، لأنهم برضو هذول نسبة كبيرة، ونسبة يعني هم الآن قادة المستقبل، وحكى عنهم جلالة الملك يعني أنه هذول الشباب قادة المستقبل. الآن رؤساء الجامعات ليش ما يبلشوا الآن بهاي المرحلة؟ رؤساء الجامعة الأردنية أسفل المقاطعة هم الجامعات، حاولنا الاتصال مرة ومرتين وثلاث مع رئيس الجامعة لاستضافته هنا لكن اعتذر. ينتظر موافقة من وزير التعليم العالي جوز، وهي مشكلة. يا جماعة الملك اللي بيقول، يا جماعة الملك اللي اجتمع اعمل سوي. هذا اللي يحكي فيه انه الان احنا لازم نخرج من الخوف، كل واحد منا خايف. رئيس جامعة خايف، انطلق انت، ما انت رئيس جامعة وغطاك قانون، وجلالة الملك فوق القانون كمان قال لك انطلق يا رجل، شو خايف؟ طب شو سوي؟ نزل مادة تنمية سياسية لكل الطلبة، مادة اجبارية، خليها توعي الطلبة وتفهمهم بتاريخ الأردن، بتاريخ الأحزاب، بأهمية الأحزاب، بدورهم بالتنمية السياسية، حتى الأمور تنطلق. بس المدارس خطة دراسية. مدارسنا الآن مندرس إحنا كل يعني بالمدارس من البداية، ليش ما يكون في عنا مادة يعني من ضمن ندرس فن وندرس موسيقى وندرس كذا؟ خلينا كمان نسوي تربية وطنية من ضمنها يكون نركز على الجانب السياسي. ليش ما نركز عليه؟ حتى نمشي كمان 10 سنين 15 سنة يصير في عنا وعي، لما تقعد بالبيت مع أولادك مع كذا، لما تحكي تلقى الأمور سهلة، كونوا عارفين. صح. فهو يجب أنه ندخلها، لازم ندخلها، لأنه حقيقة يعني قانون الأحزاب الحالي اللي هو ينطلق بأنه
بالمستقبل اللي راح يكون بعد يعني سنتين راح يكون في انتخابات على تقريبا يجوز على بهذا القانون الجديد. انت قاعد تحكي عن مجلس النواب راح يكون الثلث منه 41 منه حزبيين. صحيح. فكونهم حزبيين لازم الان يكون وراهم كمان قواعد. هاي التوجه ما راح يجي بيوم وليله. فحتى تنقل الناس بهاي المرحله بدك تبلش توعي، حتى الحكومه كمان ليش ما يعني تقوم بدورها انها توعي الناس بطريقه اكثر شويه. هذا سؤال كان القادم، هل في تقصير حكومي؟ طبعا انا حقيقه أعتقد انه يعني الحكومه عليها واجب اكبر من هيك بكثير، بس يبدو انهم مغيبين لماذا لا اعلم، ولا يجب ان يكون هناك دور مهم لمحاضرات توعويه على الجامعه. ترويج يعني مروا على الجامعات على التجمعات على المدن على القرى على الأرياف، ما في مشكلة الموضوع، نروج للأحزاب ونروج للقانون ونروج للأهداف منها. على التلفزيون على الدعاء، يعني يستخدم كل وسائل التواصل الاجتماعي كمان، بس مغيبين. يعني أنا ما شفت جلالة الملك بأكثر من يعني لقاء يحكي بالموضوع، بس ما شفت رئيس وزراء حكى عنه، ما شفت حتى ولا وزير يحكى عنه. حتى شو السبب؟ إفشال؟ يعني ممكن انه في ناس يخاف على مصالحه الخاصه. ايش مصالح يعني الملك اللي يقول يعني مش اي بني ادم. افشال الموضوع يعني افشال الحياه السياسيه. انت بتعرف الاوراق النقاشيه 6 ولا 7 ما خرجت من حيز التنفيذ، ناقش جلاله الملك وحكى فيها بس ما كان لها ترويج. جزء بعض القوانين الموجوده بالمخرجات في منها من الأوراق النقاشية، يعني ذلك أن جلالة الملك بده هاي الأشياء. نعم. وين الحكومة مغيبة؟ الحكومة أو السلطة التنفيذية بغض النظر، وأنا عدتها أكثر من مرة، مهرجان جرش أو مهرجان صيف عمان بتشوف كل عمان فيها صور وترويج ودعاية وكذا. نعم صحيح. انتقالية جديدة، حياة سياسية، حياة حزبية، ويرأسها ومصر عليها جلالة الملك، والنفع سيعود على المجتمع جميعا. يعني انت قاعد تغيب شيء مهم جدا. طيب. لانه كل المجتمعات المتقدمه والمتحضره تنطلق من احزاب سياسيه قويه ذات برامج تستطيع ان تشارك بمجلس النواب، تصير عندها تكتلات، تشكل حكومه، تطبق برامجها. انت الان ليش تغيب هالقصص هاي كلها؟ ليش تغيب طبعا جلاله الملك بكل اوراقه النقاشيه ترجع من البدايات كان يحث كل الحكومات حتى بتشكيل الحكومات يقول لهم ما بدي ناس يضل قاعد ورا مكتبه، بدنا ننزل للميدان نتحسس مشاكل الناس. صحيح. بدنا نشرك الشباب، بدنا نشرك المرأة، بدنا نحلحل مشاكلهم ونشوف. يعني اذا تلاحظ انت اكيد ما تلاحظ انه جلالة الملك كل مشكله بالوطن بتابعها. صحيح. حتى لو واحد صار عنده حاله وفاه ولا كذا تلقاه موجود. طب انتم وين غايبين؟ ما انتم السلطه التنفيذيه تأتمروا بامر الملك، ويعني عينكم جلالة الملك مشان تساعدوه، ليش تغيب هاي القصص؟ وليش يعني هي رؤية ملكية والملك أصر عليها وأعطى الموافقة قبل طلوع المخرجات، قال أنا يعني وأصبحت الآن هي رؤية شعبية سيدي من خلال مجلس النواب لأنه كونه أقرها وصدرت بالجريدة الرسمية. الآن الحكومة قاعدة، يعني أنت الآن شوف النظام والأيام الجميلة لم تأتي بعد، يقول لك دولة الرئيس حيردنا الأيام الجميلة مش عارفين متى تأتي، ولا رئيس وزراء يقول لك احنا لسه في عنق الزجاجة وما بعرف شو عنق الزجاجة. طب شو عندك خطط حتى نخرجنا من هالعنق الزجاجة؟ وشو عندك خطط حتى تيجي الأيام الجميلة؟ ولا متى احنا نظل ننتظر الأيام الجميلة؟ أسوأ من هيك ما قاعد يصير، قاعد كل شهر ترفع علينا أسعار البترول بدون مبرر. فهاي يعني يعني في شغلات كثير ما بعرف هي هل في هناك أهداف معينة أو عدم قدرة على إدراك الموضوع إحباط فكر جلالة الملك، أو يعني حفظه مثلا حفظ هاي العملية الإصلاحية السياسية الحزبية الجديدة. الأصل إنه للعلم كان جلالة الملك وده حتى القانون الأحزاب الحالي مش يكون قانون الانتخاب إنه يشكل إنه مجلس النواب القادم كله من الأحزاب، لأنه يدرك أهمية الحزبيين في إذا كانوا منظمين وإذا كان حزب قوي. وحتى من بداية تسلم السلطات الدستورية كان يتحدث بدنا حزبين قويات أو 3 أو 4 اللي يكونوا يتنافسوا، إنه واحد يخدم والثاني يراقبه. الآن في أنا أعتقد باعتقادي الشخصي إنه الحكومة يعني مغيبة أو هي مغيبة نفسها، ما بعرف لأسباب شو هي، لكن لمصلحة الوطن يجب أن تساهم وتشارك وبفاعلية قوية بإنجاح هذا القانون وبإنجاح الأحزاب. فأتمنى عليهم أنه إن شاء الله وجوز جلالة الملك راح يضغطهم مرة ثانية أنه يطلب منهم أنه تنفيذ هذا القانون بطريقة تفي بالغرض إن شاء الله.
طيب يعني الحديث يطول، لكن اسمح لي دكتور نروح لفاصل قصير ونعود بعد الفاصل للحوار مع الدكتور زياد الحجاج أحد مؤسسي حزب العمل، خليكم معنا. بدك تسافر هكلان هم المشاوير؟ لا تفكر ولا تحتار، مع الأردنية للطيران احجز من بيتك. خطوات الدفع من خلال إيفا وتيركم، قم بالدخول للموقع الإلكتروني واحجز التذكرة www.jordanaviation.jo، قم بالاتصال بمكتب حجوزات الأردنية للطيران على الرقم 0655-017-60 للحصول على رقم الدفع الإلكتروني، ثم قم بالدخول إلى تطبيق إيفواتيركم الموجود على جوجل بلاي وآب ستور. اختر الأردنية للطيران من قائمة خدمات النقل والسفر، ثم اختر خدمة شراء التذاكر. قم بإضافة رقم الدفع الإلكتروني الذي قمت بالحصول عليه لإتمام عملية الدفع. باختصار، من الدار للمطار، الشركة الأردنية للطيران نتميز في خدمتكم ونسعى لإرضائكم. كان وأكثر من 3000 واحد ربحان على حسابات التوفير من بنك الإسكان. 10 رابحين في كانون الأول لكل منهم 2 كيلو ذهب، 10 رابحين في أيلول لكل منهم كيلو ذهب، 20 رابح يوميا لكل منهم ليرة ذهب. مع بنك الإسكان وفر واربح ذهب. بنك الإسكان، بنكي للحياة. لما بيكون المطبخ في بيتك مطبخ العمر مشخص وكتير حلو ومرتب ومريح للنفسية، أكيد ست البيت بتكون كتير مرتاحة ومبسوطة. المطابخ من عند شركة معدات للمطابخ، على قد جيبتي وجيبتك بتلاقي مطبخ 4x4 شامل كل الإكسسوارات الحلوة والإضاءة الكتير مرتبة والزوايا الحلوة واستغلال المساحة. هذا الإشي بس ب6000 دينار لمدة محدودة كتير. شركة معدات للمطابخ بديروا بالهم على الكواليتي وبديروا بالهم كتير ست البيت تكون مرتاحة ومزبطة أمورها. استغلال المساحات، نوعية المفصلات اللي راكبة على الخزاين، ارتفاع المطبخ اللي هو الارتفاع الألماني، بعدين نوع الأدراج المعدنية المتينة اللي بتحملني وبتحملك جوا الجرار، نوع المجلى اللي رح يركب كمان بالإضافة للمغسلة. لما أنا أخذ كل هالجماليات وأخذ كل هالكواليتي لكتير عالي بقيمة 6000 دينار، إذا أنت الربحان. مع معدات للمطابخ كلياتنا راح نكون ربحانين. التداول بده ثقة وخبرة. شركة أدميرالز خبرة 21 سنة في مجال التداول بالعقود مقابل الفروقات للعملات والذهب والنفط وغيرها، مرخصة من هيئة الأوراق المالية في الأردن. ليش تتداول مع أدميرالز الأردن؟ فروقات سعرية منافسة، إيداع وسحب سريع، ندوات تعليمية مجانية. أدميرالز، طريقك للتداول. أو زورونا في عمان أم أذينة شارع إريتريا مجمع تايم سنتر الطابق الرابع. للاستفسار اتصل بنا على الرقم 06-400-9100. التداول ينطوي على مخاطر عالية. أهلا بكم من جديد مرة ثانية. اسمحوا لي برحب بالدكتور زياد الحجاج أحد مؤسسي حزب العمل الأردني. دكتور مرة ثانية مساء الخير، وشرفنا في استوديو أحزاب أردنية، لكن المشهد مزدحم بالأحزاب اليوم، نحكي عن عدد أحزاب عالي وأحزاب تحت الإنشاء. كيف تتجه هذه الأحزاب للشباب اليوم؟ يعني يجوز الشباب عددهم ما يعادل 69% من مجموع المجتمع الأردني، كيف ذلك؟ سيدي، أول شيء بالنسبة لموضوع الازدحام بالأحزاب، زي ما قلت لك القانون اللي القانون الجديد، قانون الأحزاب 2022، هو قانون يعني حط الآن الكرة في ملعب الشعب، أنه أنتم الآن تستطيعوا أن تنتموا للأحزاب
من أجل المشاركة في الحياة السياسية القادمة. نعم. كمجلس نيابي أو حكومات، يعني حتى مستقبلا راح يكون في حكومات برلمانية. فلذلك تجد أنه الآن أصبح في التوجه العام، لأنه بالانتخابات القادمة راح يكون 41 نائب، الانتخابات اللي تليها بال 21 المجلس 22 راح يكون تقريبا 65 نائب، والمجلس الثالث راح يكون 90 نائب حزبي. الآن في هاي في ظل هذه الظروف الآن التوجه راح يكون الأحزاب، واللي يكون خارج الحزب ما يطلع له شيء بأنه يشارك في بالعملية السياسية، بالتنمية السياسية، بالسلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية، لأنه حتى الحزب نفسه بال 41 نائب اللي راح يكونوا بالمجلس النواب، كمان الحزب اللي بيستطيع أنه يجيب كمان نواب من المحافظات على معروف الدوائر المحلية، برضو ممكن يزيد عدد أحزابه. وأيضا في بالقانون الانتخاب أنه في عندك عتبة، يعني مش كل أحزاب راح تنجح. فلذلك تجد الآن مؤسسين يبلشوا يعني يؤسسوا، وشروط التأسيس مش بالساهل أنك تحققها. لذلك أنا بعتقد أنه هذول 60 أو 57 أو لسه كمان راح يزيدوا الأحزاب، ما راح تستمر بنفس العدد، راح يصير في نوع من الاندماجات أو نوع من الائتلاف. فلذلك هذا العدد ما راح نجده لما نصل بعد إن شاء الله للسنة أو بس يصير ترخيص لهم، ما راح يوصل هذا العدد الآن، يعني راح يقل عدد أكيد الأحزاب المرخصة حاليا. نعم أكيد، هلأ كل مجموعة يعني بيروحوا، أو طبعا في عندنا كمان ظاهرة إحنا سابقة وإن شاء الله المرة هي تلتغي، وبحزبنا إن شاء الله مش موجودة، إنه حزب الرجل الواحد أو حزب الشخص الواحد، وهي طبعا أنت تحكي عن عمل فردي، والأحزاب هي عمل جماعي حتى تنجح وتستمر، لأنه الحزب بيستمر والأشخاص بيروحوا، الحزب مش عمره سنة وسنتين وعشرة وخمسة قائم. الأصل إنه يستمر لفترات طويلة ويستمر مع الدولة حتى، مش يعني والأشخاص بيروحوا بيتغيروا، والأمين العام بيتغير، والأشخاص كلهم بيتغيروا، وبيدخل ناس وبيطلع ناس. الأمين العام قانون يتغير كل سنتين أو نظام داخلي ولا؟ هو حسب النظام، حسب النظام الداخلي يتم الاتفاق عليه من المؤسسين إنه 3 سنوات أو سنتين أو 4، وبعدين يصير انتخاب من خلال المؤتمر العام. الآن هاي الأعداد، يعني أنت مطلوب منك توفر 20% شباب، الشباب اللي هم أقل من 35 سنة. نعم. ومطلوب منك كمان يعني يكون معك من ضمن المؤسسين 20% من سيدات برضو، يعني كمان 22% أعتقد 20 20 20، ويكون معك 6 محافظات، يعني يكونوا المؤسسين من 6 محافظات، والحد الأدنى لكل محافظة 30 واحد من المؤسسين. طبعا احنا بحزبنا تحديدا نطمح ان يكون من كافة المحافظات، وكمان يكون يعني ما راح ناخذ لا مناطقية ولا ناخذ فئوية ولا جهوية ولا إقليمية ولا ابدا، كل الاشخاص. برضو في شرط من شروط الحزب ان يكون معك من ذوي الإعاقة، يكون معك شخص من المؤسسين الحد الأدنى. هاي المشرع لما شرع هاي يعني هو اراد انه يشرك كافة الفئات، وايضا اراد انه بالمستقبل القريب يشرك الشباب، نحن نحكي عن الشباب، انه وانه يشاركوا بالحزب ويشاركوا بالانتخابات ويكون لهم دور بمجلس النواب. لانه انت الان بالقانون الانتخاب لما ترتبط مع قانون الاحزاب، اول 6 اشخاص او اول 6 يعني مرشحين بالقائمه راح يكون منهم شاب، وممكن يكونوا 2 لانه ممكن تكون بنت، لانه بنتين كمان، يعني 2 يعني اول 3 راح يكون معهم 6، أول 5 معهم شاب، أول 6 بيكونوا بنات ثنتين. يعني مش المستفيد من الانتخابات على مستوى الانتخابات البرلمانية والانتخابات، مش هو الأمين العام ولا مؤسس الحزب؟ لا، هلا إذا كان حزب فردي يعني بده هو يبحث نفسه. بالضبط، هو بده يعمل مقارنة ما بين الكتل البرلمانية. كتل. نعم. غير إنه في شيء إيش حشوة. نعم صحيح. ندفع لك 500 ليرة، نروح لفاصل. نروح لفاصل ورجعنا بعد الفاصل، ابقوا معنا. الآن صار بإمكانك تحجز تذكرتك وتتعرف على أبرز الأخبار والعروض المتعلقة بشركتنا ووجهاتنا اللي منقدم لك إياها وإنت قاعد في بيتك، من خلال موقعنا الإلكتروني
ما عليك إلا أنه تفوت على www.jordanaviation.com وتختار وجهتك وموعدك بكبسة زر. احجز من خلال موقعنا الإلكتروني واحصل على خصم 10% على تذكرتك القادمة. الأردني للطيران، جواز سفرك للعالم. أجمل مناطق السياحة في تركيا تلقب بلؤلؤات البحر الأسود، جمال خلاب وطبيعة ساحرة، نكهة سياحية مميزة. احجز معنا 0370663 أو على الرقم 0370663017. من أرض القدس العظيمة بدأت الرحلة، جت كانت دوما إلى جانبكم، همها سلامتكم ونقلكم، لتترك في ذاكراتكم رحلة لا تنسى. سنستمر في رحلتنا للبقاء محيين، لنبقى معكم ولنبقى عند ثقتكم بنا. بطاقتك صارت في موبايلك مع تطبيق كابي. ادفع الآن بسرعة وسهولة وأمان. حمل التطبيق الآن. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. مطاعم، شوبينج، طلعات، أونلاين جيمز وكورسات، لأي شيء فيه دفع تقدر تستعمل بطاقتكم الجامعية من بنك القاهرة عمان. البطاقة الجامعية الذكية مش بس للجامعة، تشحنها وبتدفع فيها كمان. الآن أصبح بإمكانك التواصل مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وإرسال الشكاوى والمعلومات عن شبهات فساد بأي وقت وبسهولة من خلال تطبيق الهيئة على الهواتف الذكية بنسخته الجديدة. كما يمكنك تطبيق الهيئة على الهواتف الذكية من إرسال الشكاوى حول الاستثمار، متابعة أخبار الهيئة وإنجازاتها ونشاطاتها، الاطلاع على صفحات الهيئة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق الهيئة على الهواتف الذكية يتيح للمستثمرين ورجال الأعمال التواصل بسهولة مع الهيئة، يوفر عليك الوقت والجهد للتواصل مع الهيئة ويمنحك مزيداً من الخصوصية والسرية. حمل الآن تطبيق الهيئة على الهواتف الذكية عبر أب ستور للأجهزة العاملة بنظام iOS وجوجل بلاي ستور للأجهزة العاملة بنظام أندرويد. أهلا بكم مرة ثانية، ونرحب أيضا بالدكتور زياد الحجاج أحد مؤسسي حزب العمل الأردني. كنا نتحدث دكتور عن الفرق ما بين الكتل البرلمانية للنواب والأحزاب. تعرف يعني اليوم قلت لك جلست تحت الهواء، أنا كمواطن ما عندي ثقة ولا بأي نائب، مع أنهم كلهم أصدقاء أشخاص يعني مقربين إلي، لكن العمل النيابي وأنه هو يعني يأخذ برأيي، لأن كل القرارات تسلق بطريقة سريعة خلال 24 ساعة هو موافق، ما أخذ رأيي وما رجع لي كقاعدة انتخابية على الأقل. في فرق اليوم بين الأحزاب، يعني تفشغل اللي هو منتسب للأحزاب ولا لا، زي ما تفضلت قبل بداية حديثك أنا ما تكون شعارات، لازم يكون تطبيق على أرض الواقع. سيدي، هو الآن اللي تحكي عنه يجوز مجلس النواب الحالي والسابق والذي سبق، يعني كلها كانت يعني أغلبها نواب فرديين، يعني نائب جاي من عشيرته من منطقته من أصحابه انتخبوه وصل لهذه المرحلة. نعم، بالمرحلة القادمة راح تكون الأمور مختلفة اختلاف كامل، لأنه أنت لما تروح باتجاه حزب راح تكون أنت ضمن، يعني إذا الحزب اختارك، نفس الحزب اختارك تكون أنت أحد أعضاء المرشحين يكون نائب. طبعا إحنا بحزبنا وأتمنى على كل الأحزاب أنه
ما يروح الشخص ينشئ حزب مشان من الآن يفكر حاله يصير نائب بكرة. هاي الفكرة هذا اللي أنا بقصد إحنا صراحة. إحنا بحزبنا وحقيقة أنا حكيت لكل الزملاء كلنا متساويين لما تيجي موعد الانتخابات من هو الأنسب والأكفى الذي يستطيع أن يحمل فكر الحزب؟ من يقرر ذلك؟ المجلس المركزي للحزب يعني وذلك موجود بالنظام الداخلي، فمن ينتمي معنا بحزبنا راح يعني يلمس ذلك. يعني ممكن يكون معنا الأخ بسام وهو لحاله ما بده يترشح، نقول له لا مش على كيفك، انت عضو معنا واحنا نجد انه انت صوتك ما شاء الله وعندك فكر كويس، بدنا تطبق برنامجنا. الآن هو بهيك حالة ما راح يكون فردي لأنه ما راح يشتغل، ما راح يستنى أنه والله يحكي معه نعم واسطة ولا كذا، لا لا، أنا تشتغل ضمن إطار مؤسسي وحزبي من ضمن جماعة معك 4 5 6 7، احنا نطمح يكون لنا 10 حتى يكون لنا ثقل. طبعا زي ما ذكرت قبل شوي، الآن احنا كمان نطمح أنه يكون في عنا دوائر محلية مشان نوسع العدد ويكون لنا نواب. هلا الأمين العام ما راح يكون برضه هو أحد المرشحين لأنه يكون مجلس نواب أو يكون نائب أو كذا. المجلس تبعكم يقدر يمنع المؤسس أو الأمين العام بعدم يعني هو على الأرجح ما راح يعني يقول لك أنا كفيني أمين عام، لأنه هو بالنتيجة كأمين عام للحزب وهو النواب هذول عنده كمان، يعني نواب له، نواب لحزبه، لحزب هو أمين عام عليهم مش حزبه الشخصي، يعني أنه هو أمين عام لهذا الحزب. نعم نعم. مصلحته أن يكون في عنده ناس بالحكومة وناس بهذا، يصير له أغلبية في كل دول العالم. هسه في أنه يعني النواب والوزراء اللي لهم بالسلطة يكون الحزب أقوى منهم، لأن هم يمشوا برأي الحزب ما بيمشوا برأيهم الشخصي. نعم. يعني مش أنا بس وصلني مثلا في عنا أحد يعني أي واحد وصلنا لمجلس النواب معناته خلاص بده يدير ظهره إنه مع السلامة، لا، هو فيه التزام بالحزب، يحاسب إذا دار ظهره طبعا، وفي ممكن تقيله 100% طبعا في إقالته. شروط إقالته، هلا إقالته بس يصير نائب، هاي لسه القانون ما بعرف القانون يسمح أو ما يسمح فيها، بس إحنا منا كحزب بنقيله من يعني استبعده إذا يعني خرج عن الإطار العام للحزب وتوجهات الحزب. بس لازم قانون، يعني ما دام هو صار محصن تحت القبة حتى لو كان حزبي ممكن تقول له تعال اطلع ونحط واحد محلك. بس القانون ما قال لك إنه والله أي واحد يعني بدي أطلع وأجيب واحد، ما بصير خلاص ما دام إنه صار نائب، صار نائب وطن. لكن هو نائب وطن يتحدث باسم مين؟ يتحدث بفكر الحزب. مش برأيه خاص، ولا بده يقول والله منطقة الفلانية بدها كذا وبدنا باصات وبدنا شركات وبدنا المنطقة كذا، لا، أنت بتحكي باسم الوطن، لأنك أنت الآن ليش هو المشرع حط أنه لازم يكون من 6 محافظات؟ مشان ما أجي أنا والله بكرة بدي أحكي عن اللي اللي أنا ساكن فيه وبده خدمات ولا بدي، لا، أنت مشرع، أنت جاي مشرع وجاي ببرنامج أنت قدمته للناس والناس اقتنعوا فيه وانتخبوك على اساسه. هلا في قائمة القوائم اللي تحكي عنها سابقا كانت قوائم مثلا فيها حشوات زي ما حكيت. هلا بالقوائم الحزبيه ما في حشوات، القانون سمح لك انه انت بعدد النواب اللي الحزبيين يعني بالمرحله الاولى 41 تقدم قائمه من 41 شخص، بس ترتيبهم في له حسب القانون زي ما حكيت لك انه لازم اول 3 يكون منهم 6 واول 5 يكون منهم شاب واول 6 يكون منهم بنات 2 وشاب، بعدين العدد زي ما بدك. هلا ترتيبها شو تفرق بالله دكتور؟ يعني اول 2 يكون معهم شاب وبعدين يكون في 6، يعني اصل الناجح او اللي بده ينجح مش على حسب الاصوات ولا حسب لا إيه؟ لا لا على هسه قلت لك نسبه، يعني نسبه الان في عندنا احنا العتبه اللي هي 2.5% من عدد اصوات الناخبين اللي راح ينتخبوا. فالان فرضا انتخبنا 2 مليون بالاردن، فانت انت بدك الحزب اللي يجيب اقل شيء لازم يجيب 50,000 حتى ينجح. المرة الماضية كانت القوائم اللي يجيب 18,000 ينجح، هسه لا ما في، بدك تمشي على العتبة. اللي بعد اللي بعد الخمسين خلاص الله يعطيه العافية ما بينجح منهم ولا حدا. هلا اللي بيجيب العتبة هاي بده يشوف قديش نسبة اللي جابهم من اللي ناجحين، بفرط له 10% من الأصوات من النواب، معناته بيطلع له 4، يعني 10 ضرب 40 هي 4. الأربعة بيجوا على الترتيب الأول والثاني والثالث والرابع. المشرع حط الثالث انه اول 3 يكون منهم بنت، مش بالضروره تكون رقم 1 أو 2 أو 3، بس اول 3 بتكون وحدهم 6، مشان اذا نجح 3 ما يعتبر رقم 1 على 6 يعني. لا ما بتاخذ كوتا مع الحزب هي، لا لا قصدي كرقم انه يعني انا مسجل بحزب ورقمي كان 40 قبل الاخير بواحد، ممكن افوز ولا مش ممكن افوز؟ ممكن تفوز اذا فاز بس حزب واحد، اذا كان فاز بس حزب واحد بتفوز. طبعا هاي نادر تصير لانه يجوز يفوز حزبين او 3. هذا الحزب نسبته ممكن يجيب 7 نواب أو 8 نواب، فعلى الترتيب اول 8 بينجحوا. حتى نضمن انه يكون منهم 6 مشاركين وشباب مشاركين مشان نجيبهم نخليهم يصيروا نواب الشباب،
أول ستة لازم يكون منهم ناجحين. أفهم من هيك إنه الحزب له ثمانية ناجحين بس؟ له قديش؟ ثمانية ناجحين؟ لا أنا بفترض لك افتراض، هو له مفروض يكون 41 إذا نجح لحاله. إذا حزب لحاله نجح وجاب يعني تعدى العتبة وجاب الأصوات، هو الأكثر الأصوات وتعدى العتبة والباقيين ما حد يتعدى العتبة، بينجح هو كل أعضاء الحزب. بس هاي طبعا صعب، يعني الواقع صعب، لذلك ممكن ينجح حزبين أو ثلاث. هلا كل حزب من الثلاث قديش جاب أصوات؟ تقسم يعني بينجح الأوائل، بينجح رقم واحد واثنين وثلاثة وأربعة بغض النظر مين. هلا هو المشرع يعني مقتنع أنه أي حزب راح يجيب له خمسة أقل شيء، فالآن ضمن من الخمسة يكون شاب ويكون بنت، فضمن أنه مشان يخليهم يشاركوا. لأنه إحنا حقيقة في عنا عزوف من الشباب أو ما بيصلوا للمجالس النيابية. نعم. لأنه خبراتهم ما بتكفي، بالإضافة أنه إحنا سابقا المجالس السابقة قد تكون طريقة الوصول من خلال المال الأسود أو من خلال العشيرة أو من خلال كذا، فما بيختاروا الشباب، بيختاروا الناس الكبار والوجهاء. ومجال يعني نتحدث عن العشيرة، بتعرف الأردن يعني طبيعتها عشائرية. نعم. سين يعرف صاد وصاد يعرف هذا ومرت هذا، يعني كلنا عشائريين بالنهاية. إلها علاقة بتكوينة الأحزاب؟ يعني هل هي عائق مثلا بتكوينة الأحزاب؟ يعني هو الأردن لا شك أنه مبني على العشائرية، وكلنا نعتز بكل عشائرنا وكل أهلنا، وهي من النسيج الاجتماعي المهم جدا في إنشاء الدولة الأردنية لغاية الآن وستبقى. طبعا. لكن الدولة المدنية الحديثة الآن احنا بدنا نبحث عن الكفاءة، فلذلك الحزب شو بيساوي؟ ما بيختار الشخص عشان عشيرته، بيختار الشخص حسب كفاءته. لذلك هنا يعني يتعارض شوية بين الحزب والعشائرية. هل الحزب بعيق العشائرية بتعيق الحزب؟ إلى حد ما يعني قد يكون في تعاون بين العشائرية والحزب. أنت كعشيرة ظلت عشيرة ما اختلف عليها حدا، بس الآن أنا كابن عشيرة معين وترشحت للانتخابات والحزب قبلني، ممكن هذا يساهم أنه يعزز موقفي إذا كان بنفس الدائرة، وراح يعزز موقفي لأنه على مستوى الوطن بأي دائرة ينتخبك أي واحد، لأنه أنت على مستوى الوطن. بس كعقول الأردنيين العشائرية يعني ممكن يستوعب فكرة أنه أنا أكون حزبي مثلا. لذلك إحنا تركوا الآن حوالي 70% مقسم على دوائر مشان العشائرية ظني موجودة شوي شوي حتى نصير نصل. طبعا هذا الحزب ما بين في العشائرية، موجود العشائرية وما راح تنتفي، هاي موجودة يعني ما حدا ينكر أصله ولا حدا يقدر ينكر عشيرته. صحيح. ولا قبيلته، هذا وضع طبيعي. لكن بالتنظيم المدني للحياة السياسية حقيقة مرات العشائرية قد يعني لا تساهم إلى حد بعيد بحجم الحزب، لأنه العشيرة ما عندها برنامج وده تقدمه. الحزب عنده برامج مدروس من قبل خبراء إداريين واقتصاديين وسياسيين وعلماء نفس وعلماء اجتماع وسياحة وكذا، ففي برنامج. العشيرة تختار على أنه والله دور ابن عمي ودور ابن خالي ودور العيال الفلانية، فهذا أنت ممكن تقدم شخص هو غير كفو لهذا الموقع. فلذلك أنا بعتقد أنه التجربة الحزبية هي اللي يعني ستؤدي إلى إيجاد مجلس نواب يستطيع أنه يفي بالغرض ويستطيع أنه يساهم في حل هذه الإشكالات اللي نعيشها الآن. بثلاث دقائق أو دقيقتين، أنت متفائل بالحياة الحزبية القادمة وتوجه رسالة للحكومة؟ يعني حقيقة هو التفاؤل موجود ولازم نتفائل دائما، لكن أتمنى أنه يكون هناك يعني تعاون أكبر من الحكومة لتحقيق هاي الرؤى اللي بتحقق المصلحة العامة للوطن، وأنه نبعد شوية عن مصالحنا الشخصية ونكون عندنا يعني نترك إشي للأجيال القادمة. وأنا أعتقد أنه إذا انتقلنا للحياة الحزبية وإدارة الدولة من خلال الأحزاب، والأحزاب اللي يكون هدفها طبعا وعندها برامج واضحة وبرامج تحاكي الواقع، ما بدنا أحزاب بس أحزاب معارضة ولا أحزاب يعني أحزاب بس مشان المناكفة. إحنا بدنا حزب يقدم برنامج، وإذا ما وصل لموقع المسؤولية يراقب الحزب الآخر بأنه يكون بدنا إنتاجية. عندنا مشاكل، عندنا فقر وبطالة وعندنا ارتفاع أسعار، وعندنا حتى منظومة التعليم عندنا صار فيها مشكلة، عندنا منظومة الصحية عندنا فيها مشكلة. والصحية عندنا فيها مشكلة فيها زمان. عندنا ثروات طبيعية لازم نستغلها، في عندنا السياحة لازم نستغلها، في كثير قضايا لازم إحنا نتشارك جميعا من أجل حلها حتى ننتقل من هذه من خلال البرامج تقدم الحكومة أصلا. يعني لازم بدون برامج تعمل على ذلك، يعني بضروري جلالة الملك يبلش مستشفى البشير ولا يبلش بوزارة المياه ولا بسد الملك طلال ويودي رسالة للرئيس إنه طلع شو بسد. السلطة التنفيذية يعني السلطة التنفيذية هي واجب السلطة التشريعية تراقب ذلك، لكن إحنا مغيبين، الطرفين مغيبين،
كلها يعني حقيقة يعني هي بصراحة ما عادت سلطة تشريعية، صارت سلطة خدماتية بس يعني، وحتى على مستوى الخدمات بطل يمون كثير على الخدمات، بطل يمون على الوزير، بطل يمون على الوزير لأنه هو أفقد هيبته للوزير، ولا هو الأصل الوزير يدور عليه مش أنت تدور على النائب يعني. صحيح. مش النائب لما يروح يقعد عند مكتب وزير يستنى مشان يعين واحد، طب أنت خلفت كل المعايير صحيحة، أنت جاي مشان تتواسط على اللي بتراقب عليه، فانت افقدت حالك القدره على انك تراقب. فهو احنا لو كل واحد يعرف يعني المنظومه كلها غلط ترى من اولها لاخرها، لو كل واحد يعرف واجبه صحيح الامور احسن بكثير من هيك، بس احنا مشكلتنا انه ما بنعرف اللي لنا ولا اللي علينا احيانا. فاتمنى انه الامور، وانا متفائل لاني ما بقبل اني اكون دائما متفائل ان شاء الله، احنا كلنا متفائلين، واتمنى التفاؤل معي انت والشباب كلهم يتفائلوا ان شاء الله تعالى. احنا يعني رؤى جلالة الملك احنا ما اقتنعنا الا بعد ما كنا بنشوف اللي حوالينا وبنشوف الناس اللي عندها احزاب ونشوف كيف الترهل الإداري والمالي والمديونية الزايدة، لعل وعسى أن موضوع الأحزاب والحياة السياسية الجديدة أنا أشارك فيها. أنا حاليا ما إلي أي قرار، أنا شرطي يجرني وديني، بس لما أكون أنا حزبي وعندي برامج يعني ما أضطر لذلك، أنا حالي حال أي واحد من صناع القرار. بالضبط، أنت تكون شاركت في 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 ما تراه أنت الآن اللي قاعد تنتقده أنت الآن. بالضبط، هلا إحنا عم ننتقد شغلات كثير لأن أنا مغيب عنها، يا أخي خلينا نشارك معه، خلينا نشارك بالرأي. طبعا هو بالرأي، انت شو بدك تشارك بشو؟ بالرأي، برأيك تقول عمي انا في عندي فكرة 1 2 3 4 اسمعني تتحقق، قولي ليش ما بتتحقق يعني، ليش يعني ليش انت شايفها صعبة؟ في ناس عندهم اراء، خلينا نسمع. طبعا الحزب بيعطيك يعني المساحة الواسعة انك انت تبدو برأيك وممكن تقدمه للمجتمع وتكون فعلا مساهم حقيقي بذلك. بهيك حال انت بطلت يعني تنتقد لانه انت صرت في المكان اللي لازم تكون فيه. بس احنا زي ما قلت لك هو نتمنى على الحكومه ونتمنى على الدوله بكافه اطيافها ان كانت تشريعيه او كانت امنيه او كانت تنفيذيه انه ندرك انه هذا الوطن للجميع وحق واستمر وانه نكون كلنا مرتاحين خدمه لهم كلهم، يعني خدمه للجميع انه نكون كلنا مع بعض، وهذا طموحنا وهذا املنا وهذا ان شاء الله نقول ان شاء الله نتمنى. شكرا يعني اسعدني اليوم دكتور زياد الحجاج وهذا احد مؤسسي حزب العمل الاردني، كل الشكر، اشكرك جزيلا، ان شاء الله راح يكون لنا لقاءات اخرى. حياك الله يا سيدي، كل الاحترام وشكرا لك وللمعدين البرنامج وشكرا حياكم. انتم اعزائي المشاهدين انتهى وقت برنامجنا اليوم من احزاب اردنيه، القاكم بعون الله تعالى في حلقه قادمه، الى ذلك الحين هذه تحية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.